ومعنا من سان بيترسبورغ مراسلتنا أريج محمد. وصلت إلى مدينة سان بيترسبورغ لمواكبة أعمال هذه القمة. التغلغل الروسي الذي بدأ قبل أعوام وربما عقود يترجم اليوم إضعاف عواصم أوروبية، وينجح بوتين وموسكو في فرض استراتيجية جديدة مع هذه الدول الأفريقية. ما أهمية قمة الغد؟ روبير، في الحقيقة موسكو تنظر إلى علاقتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية التي طبعا ستنضوي في إطار عشرات الدول المشاركة على مستويات مختلفة، رئاسية ورئاسات حكومات وأيضا وفود رفيعة المستوى من 49 دولة وفقا لمساعد الرئيس الروسي تشارك في هذه الأعمال. هي القمة الثانية من نوعها كما نعلم بعد قمة سوتشي عام 2019، لكن روسيا طبعا تنظر إلى دورها ودور المنوط بها في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية على أنه دور موازن للدور الذي تلعبه القوى الغربية أو القوى الأوروبية في القارة السمراء، وليس يعني روسيا كما تقول دائما روبير هي لا تريد أن تحل مكان أحد ولا تريد إزاحة أحد، وإنما تريد فقط الحصول على دور تستحقه وفقا لمبدأ مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل ومبادئ السيادة الدولية. في هذا الخصوص تدفع روسيا كما نعلم بمبادئ العالم متعدد الأقطاب، وفي هذا العالم هناك حضور متوازن ومتساوي للجميع، ومن بين هذه القوى التي ترى موسكو أنها يمكن أن تلعب دورا فاعلا القوى الإفريقية والدول الإفريقية نظرا لغناها الثقافي والاقتصادي والثرواتي. طبعا هناك العديد من الشركات الروسية التي تستثمر في القارة السمراء وتريد توسيع استثماراتها ووجودها فيها، أيضا هناك العديد من مشاريع التعاون الأمني والعسكري الثنائي الذي تتطلع موسكو والدول الإفريقية أسوة بروسيا طبعا لتطويرها وتنميتها. أيضا هناك التعاون السياسي على الساحة الدولية في مواجهة ما تصفه وتتحدث عنه موسكو دائما بأنه ضغوط غربية مستمرة على الجانب الروسي. أريج، الملف المتصل بتطورات النيجر كانت العين الروسية على هذه الدولة لتشهد تطورات في الساعات الأخيرة، محاولة انقلاب من قبل الحرس الرئاسي. هل من موقف واضح أو معلن لديك؟ روبير، في ما يتعلق بالأوضاع في النيجر طبعا من المتوقع أن تكون حاضرة بطبيعة الحال خلال أعمال هذه القمة، لأن هذه الأوضاع استثنائية وطارئة طبعا على الأعمال بحكم اهتمام المشاركين في هذه القمة من الدول الأفريقية بمجريات الأوضاع في جارتهم الأفريقية بطبيعة الحال، واهتمام موسكو أيضا في ظل ما تتحدث عنه من ضرورة الاستقرار والحؤول من الفوضى والتدخلات الخارجية. من المتوقع أن تحضر هذه الملفات وهذه التطورات في النيجر أيضا خلال أعمال القمة يوم غد، خصوصا أن الرئيس الروسي كما هو متوقع روبير سيقوم بافتتاح أعمال هذه القمة رسميا بجلسة عامة يشارك فيها لوضع بعض النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمواقف الروسية والتطلعات الروسية من أعمال هذه القمة فيما يتعلق بمشاريع التعاون، آفاق التعاون، خصوصا أن روسيا وكان التقرير الذي استمعنا إليه منذ قليل قد ركز على موضوع التعاون التجاري والاقتصادي الذي تتطلع روسيا إلى تنميته ربما أكثر من موضوع التعاون العسكري والأمني الذي طبعا بلغ ووصل إلى مستويات مرموقة وقياسية. لكن روسيا تريد في ظل التحديات والعقوبات التي تتعرض لها طبعا إلى تنمية الأفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قبل سواه. سنواكب معك زميلة أريج محمد أعمال القمة التي تبدأ غدا من حيث أنت الآن مباشرة من مدينة سان بيترسبورغ الروسية.